بالظبط. نبتدي بقى في تطبيقات واستخداماتها المادة. كويس. اتفضل. اول حاجه واللي بيستفاد بيها قوي الماده دي مريض السكر. ودي مشكلة مريض السكر. مشكله مريض السكر تمام. طبعا عندنا ملايين بمرضى السكر. مريض السكر اللي هو كنترولد او محافظ على مستوى السكر في الدم ده ما بيحصلوش حاجه. اللي ان كنترولد يعني بيعدي ال 200 300 400 الفاستنج بتاعه بيؤدي الى تاكل عظم الفكين، فبنحتاج طبعا ان احنا نظبط السكر الاول ثم نعمل له عمليه ترقيع للسنان الطبيعيه اللي موجوده كده. خلاص. الحاجه التانيه واحد جاي لك عنده مشكله مثلا بياخد ادويه الكورتيزون. ادويه الكورتيزون دي فيها مشكله، يعني بتعمل زي هشاشه في العظم، تمام. فبنأهبه قبل عمليه زراعه الاسنان او غرس الاسنان، بنديله مواد زي الكالسيوم وزي السترينشيوم، حاجات مواد معينه تقوي العظم شويه، وبتقدر تحط له غرسات معالجه، بمعنى مش اي غرسه، غرسه عليها ماده الهيدروكس ابيتايت بحيث تعمل رابطه كيميائيه بوند ما بينها وما بين العظم، وبالتالي مريض الروماتويد او اللي بياخد كورتيزون ما يتحرمش من زراعه الاسنان. أنا كان من فترة كده كان في مشكلة لزراعة الأسنان لبعض الفئات أو المرضى زي مريض السكر ومرضى الروماتويد وبعض الأمراض أي دي. حلت المشكلة يا دكتور؟ هذه المادة دي حلت حلت المشكلة المشكلة بجد للمرضى؟ بالظبط. تمام.